بنجدد لكم صبحيه مشاهدينا من جديد، وصلنا معكم لفقرتنا الحواريه الاولى لهيدا اليوم. يزن، مثل ما تعودنا بصباح كل خميس في عنا فقره مخصصه دائما باهميه التعليم المهني وخصوصي الصناعي. يعني اليوم تخصصات قديش كثير مهمه، وخصوصا مهنيا يعني، ودمج الطلاب بسوق العمل من طبعا سنوات الدراسه، هذا الشيء اكيد بيساعدهم بيأهلهم للدخول فيما بعد بسوق العمل. تماما، يعني بيأهل كوادر فعلا فنيه مثل ما بيقول قادرة أنه تشتغل بمجالها بالمستقبل. تماما، بشكل أكاديمي. تماما، لهيك رح نعرف أكثر عن هذه التخصصات ضمن الثانويات المهنية الصناعية. اليوم بدنا نحكي عن تخصص التصنيع الميكانيكي لنعرف أكثر شو هيدا التخصص وما هي طبعا الأفق بالمستقبل من خلاله. بيسعدنا نرحب معنا بالاستديو المدرس المختص بطبعا التصنيع الميكانيكي الأستاذ رامز قسوم. لك سعد صباحك أستاذ رامز. صباحك، أهلا وسهلا. صباح الخير أستاذ. اهلا، صباح النور استاذنا الغالي. اهلا. بدايه استاذ رامز، لمحه عن هذا التخصص، تعرفنا عليه اكثر، شو هو تخصص التصنيع الميكانيكي؟ نعم، التصنيع الميكانيكي بشكل عام بيحوي عده اقسام. نعم، في داخله عده اقسام، تقريبا 5 أقسام أو 6 أقسام. تماما، كل قسم له مجال عمل اوسع من القسم الثاني يعني. فكل هالاقسام هاي مجتمعه كلها بتصب بنقطه واحده، بتأهل الطالب لوصول لمرحلة تعليمية جيدة، وبالإضافة لوضع إنه وضعه بالأسواق بشكل يعني منتج يكون في الأسواق. نعم. بنحكي كل قسم وقسمه. إذا يعني حتى ضمن التخصص طبعاً ضمن التخصص هذا. نعم. التخصص هو تفضل. أيوة. ضمن التخصص في عدة أقسام. فالقسم، ونفترض نبتدئ بالقسم الأول، في قسم آلات مخارط. هاي المخارط مشان الشغل اللوالب. في عنا قسم تاني كمان، قسم الفرائز، وقسم التجليخ، وقسم المقاشط، وعنا آلات حديثة. هلق نصبت آلات حديثة، عنا آلات حديثة دخلت على أسواق، وهي السينسي، كلها آلات مبرمجة. تمام. لا استاذ، يعني عم تحكي عن الات. طيب نحن اليوم الطالب كطالب بي 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 بيطبق عملي على هي. طبعا طبعا طبعا. هلا موجوده، يعني موجوده الالات عندنا موجوده. فالطالب نحن بنبتدئ منه من نقطه الصفر لتخرجه من عندنا. تماما، نبتدئ من نقطه الصفر. هي طبعا السلامه المهنيه هي من الاولويات عندنا، السلامه المهنيه كطالب. تماما. بعدين نبتدئ من النقطه الثانيه. النقطة الثانية هي نبتدئ بالطالب انه من اهله انه ما يخاف من شيء، انه عم تقتدي مع شيء انه كان من الناحية النظرية، هلا صارت الناحية العملية. الناحية النظرية معروفة كان بالمرحلة الاعدادية، انتقل للمرحلة الثانية للمرحلة العملية. أيوة. والتطبيق العملي. ناحية مثل ما بيقولوا نظري وعملي. وعملي. فالعملي هون الطالب دائما اي مشروع بدنا نقوم فيه، او عفوا اي موضوع بدنا نقوم فيه، الناحية العملية هي بتخوفه للطالب. صحيح. أستاذ، ليش ما بذات الوقت هي بتعطيه حافز؟ يعني أنا كطالب اليوم وقت بدي أشتغل بإيدي وبدي أتعلم بإيدي، فبدي يكون في عندي طاقة أكبر، وبدي يكون في عندي إبداع أكثر. فهلا خلينا أستاذ نروح هيك لتقرير صغير عديته لنا الزميلة لجين، اسمها جين إبراهيم، من مدرسة الصناعة الثانية، وبنرجع لنكفي حديثنا مع حضرتك. تفضل. نحكي عن مدى أهمية التعليم المهني بالنسبة للطلاب، ومدى أهمية هاي المهنة لإلهم. هلا بالنسبة للتعليم المهني، بيهيئ الطالب للدخول بمجال العمل بشكل شبه مباشر. يعني خلال وقفة الطالب على الآلة ممكن نهيئه أنه يكون عنده فكرة ولو شيء بسيط عن إجراء أي قطعة ميكانيكية. CNC هي آلات تحكم رقمية، فيها بيدخل فيها الكمبيوتر والحاسبات، وبيدخل فيها القطع والعمل اللي بنشتغله نحن. الآلي هون عبارة عن
آلي فيه بيكون في لها حاسب مثل ما حكينا احنا، وفي الادوات مثل التقليديه القديمه، نحن بندخل الكود والبرنامج تبعها عن طريق الحاسب هون، ومنركب الآلي اوتوماتيكيا عن طريق زر بنشتغله بتشتغل التمرين بالكامل. احكي لي، ليه اخترت هيدي المهنه عن غيرها؟ اخترت هذه المهنه لانه فيها مستقبل مشرق ورائع، وحابب انه بس اخلص هذه السنه الدراسيه انه افتح محل او ورشه بعد اخلص بالمعهد او الكليه حسب النتائج اللي تطلع لي. هي المهنه بشكل عام فيها مجالات كثير حلوه، وفينا يعني هي للمستقبل كثير حلوه، وفينا يعني نقدم مثل نصنع شغلات مثل الميكانيكية كذا عمل، نحن مثلا البراغي، اللوالب، القطع، كتير شغلات فيها حلوة. الأساتذة علمونا كل شيء، وفتح سن والشغلات على الفرائز والمخارط كل شيء علمونا. في أي قطعة كمان نحن مشتغلين بقلم القص. تابعنا استاذ رامز مع حضرتك والمشاهدين يعني هيدا الاستطلاع، شفنا يعني هن الطلاب يعني عندهم فكره عن افق هيدا التخصص، يعني دائما الطلاب عم بيذكروا انه بالمستقبل نحن هيدا عندنا شيء جديد، يعني نحن قادرين ندخل سوق العمل، التطبيق العملي عم بيكون الاهم، فقد ايه فعلا اليوم اهميه التطبيق العملي وخصوصا بالادخالات البرمجيه الجديده، يعني عم تواكبوا دائما كل تطوير وتحديث بهيدا الموضوع؟ نعم، فالتطوير العملي عندنا هون هو يساعدنا كتير. نعم. كتير انه كانت القطعة اللي نشتغلها ما تعطي الدقة المتناهية، الدقة بالعمل يعني. فالعمليات البرمجية هي عطت الدقة العالية في الشغل، يعني اي قطعة منحاول نحن نصنعها فبتعطي الدقة 100%. فهي محسن نطرحها للأسواق المنتوج. طيب استاذ، وبالنسبه مثلا اليوم عم تخبرنا انه ممكن نشتغل يعني مع الطالب وممكن نحن نسوق لمنتجات اللي هو عم ينتجها ضمن الحرفه، يعني ضمن القسم. ايوه، بهي الحاله ممكن يكون في مثلا مردود ولو مثلا للطالب مثلا على سبيل الافاده؟ والله هاي انطرح هذا السؤال سابقا، انه يعني يمكن احتمال هلق في دراسه يعني انه يكون مردود للطالب وحتى لمعلم الحرفه، انه ينطرح انه منتوجنا كله للاسواق. ايه طبعا للاسواق. ايوه. نعم. للاسواق، بس نحن هلق نحن المنتج اللي عم نطلعه عم بنحط عنا بالمستودعات. فنحن بنطمح يعني للامر هذا انه كل منتوجاتنا تطلع للاسواق، يعني مش مشكله يعني بهالموضوع هذا، خاصة استاذ بظل هاي الظروف اللي يعني عم بيعيشها الطالب واللي الكل يعني عم بيعيشها. نعم. تماما. فممكن نحن نستفيد من هذا الموضوع. طبعا طبعا. طيب استاذ، بالنسبة للطالب يعني المتفوق مثلا، بالنسبة للطالب المتفوق ما بعد تخرج يعني دراسته، نعم، شو ممكن يكون في متابعة له؟ والله هلق انفتحت المجالات أوسع. طبعا المجالات السابقة نحن عم نحكي على دورنا نحن يعني بالخمسة وثماني كانت مجالات ضيقة جدا، فهلق صارت مجالات أوسع للطالب عنا. تخرجه للطالب عنا بيروح ونفترض على الكليات بشكل عام، على الكليات وبالإضافة حتى بس تخرج من المعهد، سنتين دراسة يمكن مسابقات معلمين حرف. تماما. كمان في كليات تطبيقية حلو كتير كتير، يعني مستقبلها جيد. في عنا الهندسات. نعم. في عنا كرسي بالكليات الهندسي. نعم. هندسة الميكانيك حصريا. أكيد أستاذ رامز، لكن نحن مثل ما بنعرف يعني بشكل عام يمكن هذا التخصص هو فقط مخصص للذكور فقط، يمكن نسبة النساء هذا التخصص قليل. هذا عديم مقدم تماما. لكن شفنا، أنا بدي أتوجه لأنه للسؤال اللي بعده اللي هو الأهم، شفنا اليوم حتى بالثانويات الصناعية المهنية في إناث يعني عم بيكون بتخصصات تانية، عم نشوف أكثر تخصصات الكهربائية، الكترونية تماما. نعم. يعني هذا الموضوع كمان بيوسع أفق حتى أمام اليوم الإناث بأنه كمان يكون في سوق عمل فيما بعد. طبعاً. فهذا الموضوع يعني قد كتير مهم اليوم بأهمية التعليم المهني، أنه نحن بدنا نبتعد شوي عن التعليم العام مثل ما بنعرف يزان هاي العادات والتقاليد أو المعتاد أنه بده يطلع ابننا عامة وخصوصي بعد التاسع. بعد التاسع. يعني دائماً بيجهلوا الموضوع المهني تماماً. لأنه الطالب الفاشل
كانوا يحطوه بالتعليم المهني. السبب يعني السبب. شو السبب؟ بالعكس انه هاي النظره كانت مش طبعا ما اليوم كيف عم تشوف هيدي النظره؟ لا هلا اختلفت، تغيرت هلا الطالب التاسع اللي عم يطلع من عندنا بعلامات ممتازه عم يجي لعنا. اول شيء ما كان نطلع درجة أعماله للطالب حتى لو مجموعة عام عم يدخل مهني. إيه طبعا وكمان اللافت أنه في على مستوى القطر يعني في من محافظة اللاذقية أنه طلعوا الأوائل على التعليم المهني هيك إجباري. كل سنة في عنا عالم بتطلع هندسات بتطلع كلها مستويات عالية جدا. حتى اللي عنا الفاشل هلق بلا مؤاخذة عذرا منك هالكلمة هاي الفاشل عنا عم يحط بالأسواق عم ينتج يعني منتج صح. منتج 100% يعني. فما تخيل فاشل. لا هلا نحن بالمنظور العام مجازي مجازي ايوه تماما. فنحن انه بنقول عنه هذا نحط بالاسواق صار منتج يعني. هلا انا بلا مؤاخذه اذا بدي فك حنفيه اذا ما عندي خبره شوي ولنفترض انا عندي خيو انا طالب علمي او ما عندي هالخبره هاي بدي اجيب معلم يشتغل عندي بالبيت على مستوى هلق. لا الطالب المهني بتشوفيه لحاله بيروح مع احلى بيشتغل بيصلح ببيته حتى ببيته بيصلح بالاضافه طبعا اذا انطلق بالاسواق بينزل بالاسواق فبيكون له قوه قلب بينزل بالشغل. بقوه بينزل بقوه على الاسواق بينتج يعني. في كثير هو متعلم المهنه ومتعلمها بطريقه اكاديميه طبعاً. يعني هذا الموضوع اكيد بيساعده اكثر. اليوم الطلاب يعني من خلال الامثله عم تشوفهم ان هن بنفس الوقت عم يدرسوا وبيشتغلوا يعني بضمن حياتهم اليوميه. والله استاذي كوضع اجتماعي عام يعني طبعا قادرين قادرين عم ينسقوا بين العمل الخارجي والتعليم يعني لانه وضع عام يعني مجتمعنا نحطينا فيه يعني وبدنا لازم نطلع منه يعني بقى ان شاء الله خير. صحيح. يا رب. تماما. بس في فكرة أستاذ نادين كنت عم تحكي أنه ما في إناث. طيب أستاذ شو السبب أنه نحن اليوم بأغلب المجالات التدريس المهنية موجود عنا إناث يعني بالمقابل كمان في كتير من الأشياء يعني اللي لازم نكون فيه تساوي يعني بيناتنا بهذا الموضوع. طيب. فشو الفكرة من أنه مو موجود إناث بهذا التخصص بالتحديد يعني؟ لا هالتخصص أستاذ هذا بده جهد جهد بده صحيح. جهد ميكانيكي. انت عم تتعامل مع آلي صغيرة يعني ونفترض الإلكترون أدوات صغيرة جدا يعني عرفت كيف بدها معلومات بتمشي على مخطط بتشتغل بالإلكترون بين الآلات اللي عندنا آلات ضخمة تريفازي الكهرباء اللي فيها أستاذ يعني نحن نقاط الحماية عندنا نحن بتخوفنا كتير يعني على فكرة لازم بهيك مجال ما بتنفات العنصر النسائي يعني بيخافوا لا في عن جد هلا أنت عم تتعامل مع آلي ونفترض ضخمة مترين 3 متر صحيح. موجودة على الأرض ودورانا شيء مرعب. لا أنا بأكد لك أنه ما خرج. لا ما خرج تماما. أنا بأكد لكم. لهيك أستاذ رامز يعني نعم. إذا نحن بدنا نتوسع أكثر بأفق التعليم المهني يعني خلينا نأخذك كرسالة من حضرتك اليوم بالتعليم المهني أهميته اليوم طبعا ابتعاد النظرة السلبية عن التعليم المهني وأهميته بظل هيدي الظروف نحن في طبعا اكيد مرحلة اعاده اعمار وضروري كثير نحن اليوم يكون كل طلابنا منتجين وبنفس الوقت دمجهم بسوق العمل لحتى يكونوا قادرين فعلا ويكون في عندهم خلفيه مهنيه. استاذي هلا كلمتك جوهريه يعني دمجهم بسوق العمل. نعم. فكلمه دمجهم بسوق العمل معناتها انت صار طالب عندنا منتج صار في له مردود له الشخصي يعني وجوده بالمدارس المهنية صدقي تماما هي حافز أساسي وبيعطي للطالب أنه بتأمين مستقبله بعده. نعم. عرفت شلون؟ تماما. طيب استاذ يعني هذا الطالب اللي عم يعني من خلال حضرتك مدرس لماده التصنيع الميكانيكي من خلال يعني متابعتك للطلاب وحوارك اليومي معهم بتحس انه يعني عندهم الاصرار عن قناعه فايتين بهذا الموضوع عندهم اصرار على هذا الشغل خاصه بدي ارجع عيد بظل الظروف الحاليه. تماما استاذنا الغالي هاي الموضوع هذا الموضوع حصريا اول شيء وقت كان يجي الطالب لعنا دائما كان اخذ منظور على التعليم المهني يعني انا جاي لهوني ما بعرف شو الافق الثاني اللي بعد منه يعني الشيء الغامض ما بيعرفه. فنحن هاي مهمه المعلمين الموجودين في الاقسام. فنحن اي مهنه استاذي تكوني حضرتك هلق بهالمهنه هون اذا ما بتحبيها ما بتحسني تعطي فيها طبعا تماما. فنحن من هالعمليه هاي بنعمل دمج
من عشقه للطالب بهالمهنة هاي. طبعا فهالعملية هاي اللي قمنا نحن فيها كمدرسين، فبتعطي للطالب حافز قوي جدا طبعا. وجدية جدية 100%، يعني عمل قوي جدا في المهنة بتحسه. هلق الطالب يمكن عن طرق البرنامج اللي كنتوا حضرتكم حاطينه انه الطالب بلهفة بشغف مندفع، انه مندفع انه انا بدي هالمهنة. اول شيء كان لا، كان لا دخيلك بس بدي اخلص واطلع، تخرج واطلع خالصين، ما بدي منكم شيء. ما انه يكون معه شهاده معينه. ايوه معه شهاده فقط لا غير. بينه هلق لا استاذ الله يرضى عليك بدي يتعلم كذا، بدي يتعلم كذا، بدي يتعلم كذا. حتى الطالب هو اللي عم يطالب. طبعا الطالب صار من كثر الشغف له لهالمهنه هاي ومحبته لهالمهنه عم يطالبنا بشغلات يعني يمكن طبعاً ما بنكون حاسبين لها. ونحن شيء الحمد لله برغم كل الظروف يزن التعليم عنا عم بيكون مجاني بكل طبعا مجالات التعليم الموجودة بكل المراحل وبكل المهن بكل الاختصاصات. لهيك يعني أكيد برغم كل هيدا الشيء يعني نحن ما زلنا يعني عم نتحدى الظروف، وأكيد في عندكم كتير تحديات وصعوبات أنتم بتواجهوها. فخلينا نعرف من حضرتك شو أبرزها، يعني هل عم تكون كل المستلزمات جاهزة، الأمور اللوجستية ثانوية، هل عم تكون هي مهيئة أو بيئة فعلا هي جاهزة لحتى تكون تعليم المهنة بالشكل الأساسي والسليم؟ ولا ما في تحديات؟ وصلنا هون ما في تحديات؟ لا في تحديات بس لما وصلنا موضوع التحديات هون بقى تطول يمكن ما في ما يعني إجباري الوضع كله الحال من المحال يعني كله نفس عن أكثر شيء تماما ممكن صعوبات تواجهكم أثناء والله أستاذي هلق بشكل كالتعليم المهني أستاذ تغير صوتك تغيرت نبرتك لا نقول الكهرباء هي زرقة تماما يعني مشكلة عامة يعني أنا هلق بدي أشرح عن الكهرباء داعي يعني عرفت كيف يعني مشكلة عامة فنحن كنا نحن العناصر الأساسية المتضررين بهالأمر هذا يعني هلق الطالب بلا مؤاخذة طبعا يعني طبعا حاجة دائما خمس ساعات نحن كنا نعمل عمل متواصل هلق نص ساعة وبجوز بنص ساعة تاخذ بريكات نص ساعة بتعرف كمان. أخي الكريم نص ساعة نحن بدك انت تلحق لك كل شيء قادرين التطبيق العملي بنصف ساعه لك والله صعب لكل الطلاب لك يعني لا هلا استاذي نحن ما قلت لك في عندنا عده اقسام فنحن موزعينه طب اذا خلينا نقول نحن لتطوير هيدا التعليم يعني انتم هيدا تحديات يعني خلينا نقول هلا مطالب صار انه انتم مثلا يعني ما في يعني خلينا نقول مساعده حول هيدا الموضوع ما في جهات طبعا خلينا نقول معنيه بانه هي تامل لكم كل الامور اللوجستيه والله لحد الان ما عندي معلومة يعني في شغلة أزرم منك يعني ما عندي معلومة إذا في جهات مختصة هلأ في فكرة مثلا خطرت لي ما بعرف إذا ممكن تطبق نادين من الكلام اللي عم تحكي نادين أنه طيب ليش ما في جهة فعلا ممكن يتاح الفرصة لجهة ممكن خاصة مو ضروري عامة تستثمر مثلا هدول الطلاب صحيح أو تتبنى هدول الطلاب وهذا الشيء ممكن بيجيب يعني مردود مادي للطالب وللمدرسة نفسها بيطور من الموضوع بيصير في عنا تطوير مشاريع استثماريه تماما يعني ليش ما بنقترح هاي الافكار مثلا استاذ نحن اقترحنا هاي الافكار انه ما انه جهه خاصه تستثمر عنا تستثمر هالطالبه معنيه ايوه تماما يعني فنحن نحن ان القدره نحن كمعلمين وكطلبه يعني نحن كلياتنا بنفس الخط مشيانين يعني من المقدور الطالب عنا يستثمر للسوق الخارجيه عنا هلق نحن 3 سنين عندنا الطالب متواجد عندنا بالقسم 3 سنين بنفس القسم يعني 10 11 بكالوريا نعم تعليم اكاديمي ومهني مهني بنفس الوقت صحيح فهذا الطالب انا وقت بدي اخصصه لانتاج خارجي بيشتغل جاهز جاهز تماما جاهز الطالب عندنا 100% هو جاهز بس اللي مو جاهز شو نعم اللي مو جاهز شو نحن الصعوبات اللي تحدثنا عنها عدم اسا الربط بين السوق ونحن هاي الفكرة صحيح. يعني هي المسألة هو البسيطة عملية بصيري. الربط هالشغلة البسيطة هاي الربط حلقة صغيرة هي حلقة صغيرة تماماً بس عملية الربط بين السوق والمناطق والمدارس الصناعية تماماً أكيد نحن بنتمنى السعي لهذا الموضوع أستاذ رامز وأكيد إن شاء الله يا رب كل أمانيكم تتحقق لحتى فعلا نحن نحقق الهدف المرجو من أهمية التعليم المهني وطبعا خلينا نقول تطوير هؤلاء الطلاب لحتى يكونوا هن قادرين وفعالين ومنتجين فيما بعد بسوق العمل والمجتمع نتشكرك من لك يعطيكم ألف عافية أستاذ رامز قسوم حضرتك المدرس المختص بالتصنيع الميكانيكي شكرا كثير لك الله يسلمك يا ميت أهلا وسهلا بحضرتكم أهلا وسهلا